نجحت إسراء سمير لاعبة ألعاب القوى بالنادي الأهلي في خطف أنظار جميع عشاق ومتابعي أم الألعاب عقب مشاركتها المتميزة في البطولة العربية الأخيرة التي أقيمت بتونس خلال الفترة من 16 وحتى 20 من يونيو الماضي، حيث استطاعت حصد ذهبيتين في البطولة وذلك في منافسات الوثب الطويل والوثب الثلاثي، وقدمت مستوى مبهرا أشاد به الجميع. كما أن نجمة الأهلي تحتفظ بالرقم القياسي المصري في الوثب الطويل بعدما سجلت 6 أمتار و48 سنتيمتر في بطولة الجمهورية الأخيرة التي أقيمت على ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي شهر أبريل الماضي. وتعد إسراء سمير أحد العناصر المميزة في فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي وتلقب بالغزال الأسمر، حيث لديها سجل حافل من البطولات والأرقام القياسية، فهي أول فتاة مصرية تكسر حاجز 13 متر في الوثب الثلاثي وصاحبة الرقم المصري في الوثب الطويل، وأيضا صاحبة الرقم الإفريقي تحت 18 سنة في الوثب الطويل، كما أنها حققت ذهبية ملتقى فرنسا، إضافة إلى حصولها على المركز الثامن في أولمبياد الشباب في الصين، كما حققت العديد من الميداليات الذهبية في البطولات الإفريقية والعربية. وأشاد ياسر داود مدير جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي بتألق إسراء سمير خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنها تبذل قصارى جهدها في الفترة الأخيرة، والرقم القياسي الجديد الذي حققته في مسابقة الوثب الطويل كان ثمرة اجتهادها وخضوعها لبرامج تدريبية مكثفة. زي ما شفنا كده من خلال هذا التقرير، منورانا في الفقرة دي بطلة أهلوية صاحبة مجموعة من الميداليات الذهبية بسم الله ما شاء الله، آخرهم 2 في البطولة العربية في ألعاب القوى. أكيد هنتعرف من خلال وجودها معانا على صعوبات الوصول لكل هذه الإنجازات وكمان كواليس هذه البطولة الأخيرة. معانا إسراء سمير بطلة الأهلي ومنتخب مصر في ألعاب القوى، صباح الفل عليك، منورانا. عجبني اللقب بتاع الغزال الأسمر، عجبني جدا، صباح الخير عليك يا إسراء. وعايزين نبدأ، لأن امبارح كان معانا، مش احنا امبارح او اول تقريبا، كان معانا فقره عن كره القدم النسائيه، وكنا بنتكلم هو ليه كره القدم النسائيه مش واخده حيز كبير او شهره كبيره، رغم ان العاب القوى اللي بتشارك فيها النساء او المراه بتحصل فيها على رانكينجز وبطولات وميداليات كتيره جدا. فممكن ابدا معاكي من الناحيه دي وفكره مشاركتك في العاب القوى اصلا. في الاول كانت العاب القوى برضو ما كانتش منتشره، يعني مؤخرا بدات ان يبقى في انتشار بسبب ان في لاعبين كتيره في إيفنتات متعددة بدأت تطلع على المستوى الدولي، بدأت تعمل نتائج كويسة، فالإعلام برضو ما كانش فيه توجه يعني أو اهتمام باللعبة. فمؤخرا لما لقوا أبطال كتيرة جدا بدأوا إن هم يعني يتألقوا في اللعبة، فبدأوا يهتموا باللعبة، وده ساعد برضو اللعيبة إن هم يعني لما لقوا نفسهم إن هم بيعملوا مستوى كويس في البطولات إن هم يلاقوا تقدير اعلامي وكده. فدي كانت حاجه كويسه بتحسن او بتفضل ان اللاعب ان هو يهتم يعني بالرياضه. واللاعيبه بقى تحديدا لو هنتكلم عن السيدات كمان، لان يعني برده خلي بالك رياضه مش فاميلي للبعض او البعض مش مدرك. طب ليه سيده او فتاه في العاب قوه؟ مش في كل المجتمعات يعني طبعاً. المجتمعات فيه. المجتمع عندنا هنا في مصر هو متقبل فكره الرياضه المصريه عن مؤخرا يعني بدا يختلف، ودي برضو حاجة بترجع للمعتقد بتاع الأسرة ذات نفسها، إذا كانت هي بتهتم بالرياضة عامة ولا لا، أيا يعني كانت نسائية أو ذكورية، بس هي بترجع يعني هنا في مصر بيدعموا الرياضة النسائية، وفي عناصر كتيرة جدا في رياضات مختلفة نسائية ومستواهم يعني مستوى باهر الصراحة في ألعاب مختلفة يعني. صحيح. جميل. طب انت يعني جات بدايتك مع ألعاب القوة ازاي، وتحديدا الوثب الطويل والوثب العالي؟ وتاني نرجع نقول يمكن دي مش من الحاجات اللي ايه المعتاد قوي بالزبط. ان حتى اولياء الامور يخلوا بناتهم بصفه خاصه يلعبوها، فقصه بدايتك مع العاب القوه عموما ابتدت منين؟ بدايتي مع العاب القوه عموما لان هي كانت انا اول مره لعبت كانت في 2010، كنت في المدرسه في المرحله الابتدائيه، وحبيت المدرسه ان هي تشارك ان انا اشارك في بطوله العاب قوه. ما كنتش لسه عارفه الايفنتات عباره عن ايه، فروحت ساعتها ان انا اشارك، كنت رايحه ان انا العب ايفنتات سرعه مش وثب خالص. أوكي. وانا هناك في مدرب شافني من النادي الاهلي واقترح علي ان انا اروح العب، بس ساعتها هناك قال لي ان انت امكانياتك هتبقى احسن في الوثب مش في السبرنت. اوكي. ما كنتش مفضله في الاول بقى، اللي هو انا لسه مش عارفه يعني انا عايزه العب سبرنتات لان انا حاسه ان انا سريعه. فلما رحت لعبت وبدات مع التمرين وكده، اول
يعني اتمرنت شهرين ونزلت اول بطوله ما حصلش نصيب في الوزن بس حصل نصيب في السبرنتات. اوكي. عملت مركز تاني، اتمرنت الماتش اللي بعديه على طول عملت اول. من هنا بقى بدات من 2010 لحد الحمد لله وقتنا هذا. بس واضح ان سبرنتاتك مميزه لان احنا شفنا لك كذا صوره ثابته كده من الوضع طائرا، فده الوضع ده ما يجيش غير بسبرنت محترم. اه ما هي الوزن هو عباره، لازم لعيب الوزن لازم يكون سريع يعني طبعا. مش بس انت بقى، هي الحته المميزه في لعب الوزن ان هو يقدر يربط بين السرعه وان هو بقى ياخد الارتقاء بتاعه، ان هو يحول السرعه بتاعته دي الجامب قوه الدفع. اه هو دي عنصر اللي بيربط او اللي بيفرق. ما ممكن اي لاعب، في لعيبه سرعه كتير جدا ممكن تكون سرعتهم اعلى من لعيبه الوزن بكتير بس ما عندوش الجزء اللي هو يقدر يربط ما بين السرعه بتاعته ان هو بقى يطلع بيه جامب. بس ده اللي بيميز يعني لاعب السرعه عن لاعب السبرنت. اسراء معلش احنا دخلنا في الموضوع على طول، برده بحب اعرف البروفايل بتاع يعني الضيف بتاعنا او النجم بتاعنا او البطل بتاعنا. انت ده ابتديتي سن كام بالظبط تلعبي العاب قوه في النادي الاهلي، وبعدين فكره الانضمام للمنتخب، وبعدين انت بتدرسي ايه؟ يعني خلينا نعرف حاجه عن الجانب الشخصي اكتر بعض المعلومات. انا اول ما بدات كنت في مرحله ابتدائيه، كنت في خمسه ابتدائي متهيألي. لعبت من خمسة ابتدائي لحد دلوقتي. اول نادي انضميت له كان النادي الاهلي، ما رحتش نادي بنت تاني. الاهلي بقى أيه. اتعرض عليا الصراحه انديه تانية بس ما حدش يعني مفروض اروح فين يعني. خلصت دراسه، انا خلصت معايا بكالوريوس تربيه رياضيه بتقدير جيد جدا. كان الموضوع طبعا صعب الدراسه، ما شاء الله انت شاطره في كله يعني دراسيا بيقولوا دايما الناجح ناجح في كل حاجه صح. هو بتبقى يعني بص، هو حضرتك عشان كمان مجال الدراسه كان هو مجال الرياضه، ف يعني في حاجات كتيره العقل. جدا من مجال العمل مرتبطه بالدراسه بيفرق كتير. فكان كان الموضوع كويس يعني. وكمان كنا بنشترك في بطولات كتيره جدا تبع الجامعه، والجامعه الصراحه كانت ساعات بتساعد يعني ان انت تاخد ساعات تفرغات بالنسبه للتمرين او بطولات النادي، فدي كانت حاجه كويسه يعني. حلو جميل. اخر بطوله شاركت فيها وخرجت منها بميداليتين ذهبيتين ولا اكتر كمان، هي البطوله العربيه الاخيره؟ بنتين. هي كانت اخر بطوله خالص لعبناها اللي هي البطوله العربيه اللي كانت في تونس. اوكي. قبليها لعبنا بطوله الجمهوريه، ربنا كرمني ساعتها وكسرت الرقم وعملت 6-48. في التقريب بسم الله ما شاء الله انت ماشيه تدغدغي كل الارقام. طب تعالي نقف شويه عند البطوله العربيه اللي تمت اقامتها في تونس مؤخرا. كواليس البطوله دي وحجم وشكل المنافسه كان عامل ازاي فيها؟ المنافسه كانت قويه يعني، هي البطوله كانت ملعوبه 2019 هنا في مصر، كانت المنافسه اقل شويه من البطوله ديت. انا كنت حاسه الصراحه ان البطوله ممكن تكون اضعف لان في مثلا في دول عندها الفيروس موجود طبعا. فممكن ما تشاركش او ممكن تشارك بس اللعيبه مش هتكون جاهزه بمستوى التدريب اللي هو اللي احنا يعني اللي احنا شفناه، او المستوى ممكن يكون مش قوي. لا لقينا دول كتيره جدا كان مستواها كويس جدا وكانوا عاملين معسكرات وكانوا جاهزين كويسين جدا للبطوله. البطوله كانت صعبه وكان في ايفنتات كتيره جدا يعني كانت المشاركه فيها عاليه يعني 3/4 اللعيبه يعتبر مستواهم واحد، مستوى متقارب. فهو اللي بيفرق بين اللاعب واللاعب اللي هو بقى تركيزه وثقته في نفسه اثناء الماتش في الملعب. في دول مثلا يا اسراء هي الابرز في الرياضه دي مثلا اللي بتفرق في على حسب الايفنتات يعني. في بالنسبه للوزن الجزائر والمغرب اكتر دول بيبقى فيهم وسابين يعني. بالنسبه للمسافات الطويله المغرب بيبقى فيها وسابين السرعه سعيد عويض. وفي ناس كثيره جدا يعني، في دول كثيره جدا عربيه قايمه بمشاركتها على التجنيس يعني. في دول كثيره جدا مجنسه لاعبين بحيث ان هم يلعبوا يعني. احنا يعتبر المنتخب الوحيد اللي رايح بيور مصريين بس يعني. بالمناسبه انا اسف، لا انا كنت بس عايزه اربط اصعب المنافسين لان احنا بنتكلم في نفس يعني. انت قلتي في دول متميزه في حاجه بس مين اصعب المنافسين لمصر؟ اصعب المنافسين بالنسبه لمصر ما انا بقول لحضرتك حسب الايفنت يعني. في السرعه كان في دول الاردن كان معاهم، بالنسبه للبنات كان معاهم بنات قويه الاردن وقطر. بالنسبه للولاد في الوزن انا كان معايا المغرب وكان معايا الجزائر وكان معايا تونس. واحنا كمصر متميزين في ايه اكتر حاجه ممكن نقول ان احنا بننافس بيها برضو الفرق الثانيه بتعمل حساب؟ كنا الاول متميزين او كان النظره كانت متمركزه على الرمي بس، مؤخرا بدا في السبرنتات وبدا في الوزن ان يبقى في في ايفنتات ثانيه غير الرمي. فدلوقتي مصر متميزه في الوزن وفي الرمي وفي السبرنتات يعني الحمد لله. عايز اسالك برضو على فكره الاحتراف، هل متحققه وهل وارده في حاله العاب القوى وهل اتعرضتي لحاجه زي كده؟ ده اولا. ثانيا في نقطه انت قلتيها في وسط اجابتك على سؤال نهاوند، فكره التجنيس. يعني الموضوع ده بوظ الدنيا ولا بالعكس ما فرقش كتير؟ يعني فكره ان انت ما يبقاش منتخبك القومي الوطني من ابناء الوطن نفسه،
فالفكرة دي أضافت للرياضة ولا بالعكس؟ هي في ممكن تكون أضافت بالنسبة لدول، لأن في دول يعتبر ما عندهمش رياضيين، وفي دول ما بتسمحش بمشاركة البنات في الرياضة زي السعودية، ما فيش بنات عندهم بيشاركوا لحد دلوقتي في الرياضة. بيقيموا بقى إذا كان في مثلا إيفنتات عايزين هم أو في رياضات عايزين يشاركوا فيها، فبيعتمدوا على التجنيس. بيبقى مثلا خلاص ليه مثلا أطلع لاعب وأبدأ أتعب معاه من هو صغير إن أنا أطلعه للمستوى الدولي؟ بجيب اللاعب الجاهز ده وبديله عائد مادي بحيث إن هو يجيب البطولة اللي الدولة هتشارك فيها. طب وبالنسبة لفكرة الاحتراف بعيدا بقى عن التجنيس، يعني فكرة الاحتراف هي في مصر متهيألي الاتحاد مش بيسمح بيها. انت طالما انت يعني مسجل في الاتحاد فانت ما ينفعش تلعب اي ماتش دولي باسم اي نادي تاني او باي دوله تانيه غير لما ترجع للاتحاد. بس لو رجعت للاتحاد ممكن يوافق لك على العرض؟ بيبقى صعب جدا ان هو يوافق، لان ممكن انت تلاقي امكانيات او تلاقي حاجات احسن في الدوله التانيه، فانت ساعتها ممكن تنتقل للدوله التانيه وتسيب يعني مش زي الكوره كده، مش بيتعاملوا بنفس المبدا. لا اصعب من الكوره عندنا. طيب خلينا نعرف اكتر عن المستقبل. يعني اسراء انت دلوقتي بطله، حتى رانكينجز عندك عظيمه جدا، ايه اللي جاي؟ انا ان شاء الله بسعى ان انا يعني اكسر الرقم برضو ان شاء الله الموسم الجديد. و شغاله في الهدف اكسر مصلحتنا في الاخر. يعني ابناء النادي طبعا نعمل ايه. بس حلوه روح التحدي اللي عندك دي، يعني مش بتكتفي بالتميز ده انت عايزه كمان تسيبي بصمه واضحه ما فيهاش لبس. يعني انا لما جيت العاب القوه كان في ناس انا ما حضرتش اثناء ما كانوا هم بيلعبوا، بس سمعت عنهم ده كان في مثلا اللاعب الفلاني في ايفنت الفلاني كان بيعمل مستوى كذا، كان عندي فضول طبعا ان انا اشوفهم. في منهم لحد دلوقتي بيجوا يتشوفوا اللعيبه الناشئين، واذا كانوا مثلا بيدوهم تعليمات او حاجه. وفي لعيبه كتيره جدا في الوزب زي كابتن حسن بدره وكابتن حاتم مرسال، يعني ما شاء الله عليهم بجد، كانوا في الوزب ليهم بصمه دوليه ويعني في كل الايفنتات، يعني ما شاء الله عليهم. طب ولو هنتكلم عن الدعم، لان الشخص لوحده برضو ممكن يحقق كتير، لكن دايما الدعم النفسي تحديدا بيفرق قوي. الدعم ليكي داخل البيت قبل ما نتكلم بعد كده خارج البيت، عايز اعرف مين كان دعم ليكي في الاسره؟ دعم ليا في البيت مين امن ليكي بشكل كبير؟ بابايا ومامتي طبعا، هم اول حد، وبعد كده اخواتي وممكن خالي وكده، بيبقوا هم داعمين ليا. وفتره كمان مؤخرا لان انا كنت لسه قايمه من عمليه من قريب، فكانت نفسيتي كانت نفسيتي ده بسبب الرياضه ولا بسبب حصلت لي اصابه اثناء بطوله في الملعب، وكانت التشخيص ربنا ما وفقنيش ان انا اتشخصت صح، اتشخصت غلط، وعلى اساسه بدات ان انا اعمل تاهيل غلط. فبدات بعد كده لما رجعت بقى للدكتور بتاع النادي قال لي لا، عملنا اشعاعات وبتاع، فاقترح ان انا اروح لدكتور متخصص وعملت عمليه. فالفتره بقى ان انا اقوم من عمليه ارجع تاني للرياضه. التاهيل النفسي ده اللي احنا الملف اللي اتكلمنا فيه كريمه جدا. التاهيل النفسي شيء مهم، اكيد حصلتي عليه في الفتره دي. حصلت عليه طبعا، وكانوا بيحاولوا، بس كان تفكيري كان صعب، لان الدكتور اللي كان بيعمل العمليه كان قال لي بنسبه 90% مش هينفع ترجعي تلعبي تاني. الله. قبل العمليه مثلا باسبوع هو قال لي الكلمه دي، خلاص هو انت شاكرين على الوقت. 90% هو نفس الدكتور اللي شخصك غلط في الاول؟ لا مش هو، ده دكتور تاني للنادي اللي حولني ليه. اوكي. اما الدكتور كان الاول، لان انا لما رحت له في الاول قال لي التشخيص تمام ماشي هنعمل العمليه، عملتها. قبل ما اعمل العمليه بقى باسبوع بالظبط قال لي لا 90% مش هينفع. دي طاقه يعني. هو طبعا في مدارس في الطب يقول لك لازم ابقى صريح، ناس يقول لا مش شرط لان ممكن ياثر بشكل سلبي على المريض. ولكن انت اكيد حسيتي بمضاعفات سلبيه لما عرفتي حاجه زي كده. جدا يعني. طيب. انا حسيت ان خلاص انا كنت في حته ومره واحده هكون في حته تانية خالص. يعني انا سايبه بصمه كويسه في العاب القوه طبعا. ويعني حياتي كلها يعتبر هتقف، ان انا الرياضه دي بالنسبه لي كل حياتي. الحمد لله على سلامتك كده. كانت صعبه يعني، بس الحمد لله عدت على خير. عموما انت خدتي كم كبير جدا بسم الله ما شاء الله من الميداليات في بطولات مختلفه محليه ودوليه، سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب المصري. هل في ميداليه بعينها، ميداليه معينه بالنسبه لك هي الاغلى وهي الاعز، لان ملابسات الحصول عليها ما كانتش سهله ابدا؟ هي في بطولات كتيره كانت الملابسات الحصول عليها ما كانتش سهله، بس بطوله تونس الاخيره دي هي فرقه معايا، لان كانت دي اول ماتش دولي ليا بعد العمليه. الماتش انا كنت الاجواء بتاعه البطوله كانت صعبه، وكان الجو ذات نفسه بتاع الدوله كان حر جدا، والملعب اللوحه انا اول مره شارك في تونس، فالملعب انا مسافره يوم الثلاث كان لعبي تاني يوم على طول، فاللي هو ما لحقتش اخد على جو البطوله ولا على جو البلد ولا حتى اشوف مين المنافسين اللي معايا. ف
فالموضوع كان صعب يعني ان انا اخد الماتش في اخر محاوله خالص. يعني انا ليا 6 محاولات انا اخدت الذهبيه في المحاوله 6. انا طول الماتش ماشيه مركز تاني لان انا من ساعه الاصابه وانا بحس ان انا خايفه رجلي ان انا اديها المدى الكامل بتاعها. فالماتش جالي في اخر محاوله. يعني انا خدت الماتش كان مهزوز معايا شويه في الماتش الطويل وخدت الماتش في اخر محاوله الثلاثي. لا كنت نازله بقى خلاص انا عندي ثقه في نفسي انا خلاص خدت على اجواء الملعب خدت على المنافسين اللي معايا الحمد لله ربنا كرمني برده. بس ده كان اهم ماتش لان ده كان اول ماتش ليا بعد العمليه. حلو جدا. انا هختم معاكي تقريبا الوقت خلص يا اسراء. بس دايما من ابطالنا اللي بينورونا انا بحب ان احنا ناخد درس او نتعلم او حتى نفيد المشاهدين. انت مريتي بفتره وحشه جدا ونفسيا كنت تقريبا محطمه ولكن رجعتي مره تانية وقفتي على رجليكي وعملتي رانكينجز كويسه قوي. ممكن نختم بالاكسبيرينس دي ازاي قدرتي تتغلبي حتى عشان كلنا كبشر عاديين بنمر بالابس اند داونز ده بس في ناس بتقدر تكمل وناس لا. خلينا نسمع من بطله رياضيه. لا هو اي حد يعني طبيعي انت في اي مجال ايا كان في دراسه او في حياتك العلميه العمليه اكيد هتلاقي صعاب. فانت بتحاول ان انت لو عندك طموح او عندك حاجه انت تتغلب عليها يعني تعمل كافه المستحيل ايا كان حد واقف جنبك او ما حدش واقف جنبك. فهي في الاول وفي الاخر المستوى اللي انت هتوصل له انت اللي هتوصله لوحدك. صحيح. فانت تحاول تاهل نفسك من شتى الطرق او شتى الوسائل اللي انت توصلها لنفسك او توفرها لنفسك بحيث ان انت توصل للمستوى ده. اي بقى معوقات يعني بتقابلك في حياتك فانت تحاول ان انت ان شاء الله باستعانه ربنا يعني ان انت تتغلب عليها باذن الله. الاستسلام وحش يعني نختم من الاستسلام يعني خلاص لا لا موت جدا. نقدر نقول او يعني توقف لا لا هو انت كل واحد يحاول يسعى اصل انت ده حياتك فانت لازم تثبت فيها نفسك وتوصل لحاجه كويسه في الاخر يعني. الف مبروك رجوعك لمستواك المعهود والف مبروك الميداليات العظيمه اللي انت والانجازات الكبيره اللي انت حققتيها مش بس في البطوله الاخيره وما قبل البطوله الاخيره. نورتينا يا اسراء. انا كل شويه لما بنستضيف مثال مشرف للمراه المصريه والله انا بفرح يعني كل بيفرح والله كل بيفرح. لا عارف انت كمان لو يعني لو انت مرأة او سيدة او فتاة برضو لما تلاقي كده بنات جنسك بينجحوا بيرفعوا اسم مصر في اي مجال سياسيا اقتصاديا رياضيا بتفرح وده بيبقى ملهم لبنات تانية كتير. بالظبط دي حقيقة دي حاجة كويسة فعلا. نورتينا واسعدتينا بوجودك شاكرة جدا والمزيد من النجاحات ان شاء الله. ان شاء الله. فاصل بقى ونرجع للملف الابرز والاهم والاهلي وكايزر تشيفز بس بعد فاصل.